نحن هنا في منطقة سفياتوشينسكي غربي العاصمة الأوكرانية كييف. رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد النيران التي اشتعلت في هذا المبنى جراء تعرضه لقصف صباح هذا اليوم. رذاذ مياه إخماد النيران يتساقط علينا هنا. المبنى مكون من 16 طابق وقد دمر هذا المبنى بشكل كبير. هناك قتلى وجرحى وقد تم إجلاء من نجا وبقي على قيد الحياة إلى مناطق أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف. أقطن في الطابق 12 وكنت أنام في الحمام خشية حدوث شيء كهذا وقد حصل. عدد من جيراني قتلوا وآخرون جرحوا ولم أكن لأتمكن من الخروج من المبنى لولا مساعدة رجال الإطفاء. هناك قتلى وجرحى ولكن قد ترتفع هذه الحصيلة بعد انتهاء إخماد النيران. ما زلنا نواصل عملنا وستتضح الصورة لاحقا. من بقي هنا من سكان المبنى وسكان المنطقة المجاورة يراقبون الحال الذي وصل إليه هذا المبنى بعد إصابته والحال الذي تعيشه منطقتهم السكنية بعد ضرب هذا المبنى، وهم يقولون إنهم خائفون من تكرار هذه القذائف على مناطقهم السكنية. المباني المجاورة لهذا المبنى أيضا شهدت أضرارا واضحة في واجهاتها الخارجية. سيارات ساكني هذه المنطقة أيضا تضررت بشكل واضح. هذا ليس المبنى الوحيد الذي أصيب في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم. هناك مبنيان آخران تعرضا للقصف أيضا في صباح هذا اليوم. المعتز بالله حسن، الجزيرة، كييف.